أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب. ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الأزمة الأوكرانية. موقف المصريين مقدر قوي والله. يعني أنا بقول لكم إن تحملكم ده في جبر خاطر كبير قوي ليا أنا شخصيا. في جبر خاطر كبير جدا، وأنا ما بقولش كلام، يعني أنا عارف إن الظروف صعبة. عارف يعني. وعارف إن الناس تبقى مستحملة وساكتة ده كتير. بس اللي أنا عايز أطمنكم عليه إن إحنا مش سايبين حاجة نقدر نعملها وما بنعملهاش. ويعني لما بقول الكلام دوت مش هقول الإعلام يقول أو ما يقولش، لكن عايز أقول لكم إن إحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان ندخل كميات من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة. إحنا بنتكلم في 3-4 مليون فدان خلال سنتين ثلاثة. إحنا بدأنا البرنامج ده من حوالي 3 سنين، غير طبعاً برنامج الريف المصري اللي كان تقريباً 1.5 مليون فدان. لكن إحنا ما سكتناش على كده، واشتغلنا أيضاً عشان ندخل أو يبقى في أراضي زراعية أخرى.